خلينا نخرج التليفون مهم معانا نجم من نجوم الفريق كابتن عبد اللطيف عثمان. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن فؤاد. عظيم حضرتك تسلم على كابتن فؤاد وعلى كابتن هاني وكابتن وائل. الف مبروك، كلهم بيسلموا عليك. الف مبروك كابتن عبد اللطيف. مباراه اطمئنانيه، مباراه في افتتاح بطوله. الحمد لله عندنا من الحمى البدايات، لكن عندنا يعني تقول ايه بعد هذه المباراه اللي عدت على خير و3-0 للنادي الاهلي؟ والله الحمد لله. يمكن هي دايما مباريات البدايه بتبقى فيها تركيز بشكل كبير عشان انت يعني تثبت نفسك وتبقى تخش جوه تركيز البطوله. والحمد لله الفرقه النهارده ادت بشكل كويس، الناس كلها لعبت، وعندنا ماتش بكره ان شاء الله مهم مع فرقه اهلي طرابلس. والحمد لله تركيز الفرقه كان بشكل كويس جدا الحمد لله. شايف مباراه بكره ان شاء الله مع اهلي طرابلس ازاي يا كابتن عبد اللطيف؟ والله احنا في مشكله ان اهلي طرابلس ما لعبش ماتش النهارده، فلسه ما شفناش الفرقه بتاعتهم اصلا، يعني تقريبا معاهم اثنين محترفين بس ما شفناهمش خالص. بس ان شاء الله يعني الفرقه تركز وبنعمل الشغل اللي احنا متمرنين عليه كويس، ومع الوقت ومع تكون جوه الجيم نقدر ناخد معلومات عن الفرقه وان شاء الله ننفذها يعني ان شاء الله. اسالك سؤال، بما انك يعني جوه الملعب من غير جمهور، رايك فيه ايه؟ لا انت حضرتك قاعد بتتفرج، الموضوع ده الملعب من غير جمهور عامل ازاي؟ عندك حق، ان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه الجمهور يخش، الجمهور يلتزم اكيد ان شاء الله. اكيد الفرقه كلها يعني اهم حاجه تبقى تفاعل الجمهور، بيساعد كتير جدا وبيسهل البطوله علينا ان شاء الله يعني. باذن الله يا كابتن عبد اللطيف ان شاء الله اول خطوه للنجم ال 14، كلنا وراكم وكلنا مستنيين البطوله، لان فعلا حصد البطولات هو اهم حاجه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. كابتن عبد اللطيف عثمان بنشكر حضرتك جدا وبالتوفيق باذن الله.